السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلاميذي تلميذاتي الأعزاء، أسعدت للقائكم من جديد. أتمنى أن تكونوا بصحة وعافية. هيا بنا جميعا للعمل. سأقدم لكم حصة القراءة لحرف الكاف والثاء. كعادتنا أبنائي الأعزاء، خذوا معي كتاب القراءة وافتحوه على صفحة 103. وجدتم الصفحة؟ حسناً يا أبطال، جيد، تابعوا معي. الآن سنبدأ بالنشاط الأول. من يقرأ المقاطع لحرف الكاف والثاء مع الحركات القصيرة والمدود والتنوين؟ تفضلي بنيتي. كو، ثي، كي، ثو، كا، ثا. ثو، كا، ثي، ثا، كو، كي، كن، ثن، ثن، كن، كن، ثن. جيد، أعد القراءة بني. كو، ثي، كي، ثو، كا، ثا. ثو، كا، ثي، ثا، كو، كي، كن، ثن، ثن، كن، كن، ثن. أحسنت، سأعيد القراءة. كو، ثي، كي، ثو، كا، ثا. ثو، كا، ثي، ثا، كو، كي، كن، ثن، ثن، كن، كن، ثن. سننتقل إلى النشاط الثاني. سوف أقرأ التعليم. أقرأ الكلمات ثم أكتب في كل مربع كم مرة تكرر حرف الكاف والثاء. خذوا أقلام الرصاص لكي ننجز التمرين. اقرأي من فضلك بنيتي الكلمات. كباب، تثاءب، مثلث، ثمين، كيس، ملك، سكر، كراسة، ممثل، كرز. الآن سوف تحيطون حرف الكاف في الكلمات. كباب، ك، كيس، كي، ملك، كن، سكر، ك، كراسة، ك، كرز، ك. إذن كم من حرف الكاف في الكلمات؟ نعم بنيتي، 6. إذن سنكتب عدد 6 بجانب حرف الكاف. الآن سوف نحيط حرف الثاء في الكلمات. تثاءب، ثا، مثلث، ثا، ثن، ثمين، ثا، ممثل، ثي. إذن كم من حرف الثاء في الكلمات؟ نعم بني، 5. إذن بجانب حرف الثاء سنكتب عدد 5. أعد القراءة بني. كباب، تثاءب، مثلث، ثمين، كيس، ملك، سكر، كراسة، ممثل، كرز. أحسنت. أما الآن سننتقل إلى النشاط الثالث. ماذا تلاحظون في الصورة؟ نعم بنيتي، ألاحظ في الصورة ثعلبا وثعبانا وكتاكيت. جيد،
نعم بني، ألاحظ في الصورة ثعلبا يتحدث إلى الثعبان، والكتاكيت تلتقط حبات القمح. أحسنت، سنمر إلى قراءة الفقرة. سوف نقرأها قراءة جيدة مع احترام رسم ال في وسط الجملة وفي آخر الجملة. تابعوا معي. أحس الثعلب بالجوع كثيرا، ذهب إلى مسكن الديك، أخذ يبحث عن الكتاكيت ليأكلها. رآه الثعبان فحذره: ابتعد أيها الثعلب الخبيث. اقرأي بنيتي. أحس الثعلب بالجوع كثيرا، ذهب إلى مسكن الديك، أخذ يبحث عن الكتاكيت ليأكلها. رآه الثعبان فحذره: ابتعد أيها الثعلب الخبيث. جيد، انتبهوا أحبائي، بماذا أحس الثعلب؟ من يجيب؟ نعم بنيتي، أحس الثعلب بالجوع كثيرا. جيد، إلى أين ذهب الثعلب؟ نعم بني، ذهب الثعلب إلى مسكن الديك. أحسنت، لماذا ذهب الثعلب إلى مسكن الديك؟ نعم بنيتي، ذهب الثعلب إلى مسكن الديك ليأكل الكتاكيت. جيد، ماذا فعل الثعبان؟ نعم بني، حذر الثعبان الثعلب. أحسنت، الآن سوف أعيد قراءة التعليم الأخيرة. لماذا ذهب الثعلب إلى مسكن الديك؟ من يجيب؟ نعم بنيتي، ذهب الثعلب إلى مسكن الديك ليأكل الكتاكيت. أحسنت، الآن ستأخذون معي الصفحة 105. سنبدأ بالنشاط الأول. أقرأ المقاطع من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين. سوف نقرأ المقاطع المدروسة مع الحركات القصيرة: الفتحة، الضمة، والكسرة، وسنقرأها مع المدود: المد بالألف، المد بالياء، والمد بالواو، وسوف نقرأها مع التنوين: التنوين بالضم، والتنوين بالفتح، والتنوين بالكسر. تابعوا معي. ح، خ، غ، حن، ج، عو، خ، أن، هن، ثن، كي، جن، حي، فن، ها، عن، أ، كن. سنبدأ من اليسار إلى اليمين: عو، ج، حن، هو، خ، ح، جن، كي، ثن، هن، أن، خو، كن، أ، عن، ها، فن، حي. اقرأي بنيتي. ح، خ، غ، حن، ج، عو، خ، أن، هن، ثن،
كي جن حي فن ها عن أ كن عو ج حن هو خا ح جن كي سن هن أن خو كن أ عن ها فن حي. جيد، خذوا معي النشاط الثاني. سنقرأ الكلمات من الأعلى ثم من الأسفل. حاجب غطاء هاجر كهرباء أجاب ثمن جحا جمهور خجول أخطأ. اقرأي بنيتي. حاجب غطاء هاجر كهرباء أجاب ثمن جحا جمهور خجول أخطأ. جيد، أعد القراءة بني. حاجب غطاء هاجر كهرباء أجاب ثمن جحا جمهور خجول أخطأ. أحسنت. سنمر إلى النشاط الثالث. انتبهوا أبنائي، ماذا تلاحظون في الصورة؟ نعم بني، ألاحظ في الصورة أختا وأخا يقدمان لأمهما باقة أزهار. أحسنت. سوف نقرأ الفقرة قراءة جيدة مع احترام رسم أن في وسط الجملة وفي آخر الجملة. أنصتوا أحبائي. أخبرت غيثة أخاها عمر غدا عيد ميلاد أمنا سأهديها زهورا كثيرة. قال عمر أنا سأغني لها عيدك يا أمي مبارك سعيد لك الهنا والمنى في عيدك المجيد. اقرأي بنيتي. أخبرت غيثة أخاها عمر غدا عيد ميلاد أمنا سأهديها زهورا كثيرة. قال عمر أنا سأغني لها عيدك يا أمي مبارك سعيد لك الهنا والمنى في عيدك المجيد. أحسنت. في الأخير أود أن أشكركم أبنائي بناتي على مثابرتكم واجتهادكم. أحبكم. إلى اللقاء.